طيب عايزين الارقام بقى لهؤلاء اللاعبين. تمام، اول حاجه ارقام لويس ميكوسوني، تعال نشوف ارقامه. اول حاجه هو عامل 6 مراوغات ناجحه من 6 بنسبه نجاح 100%، اوكي لعب 36 دقيقه بس، عامل 3 تمريرات خطأ من 29، ايوه يعني 3 بس خطأ، دي رقم كويس بالنسبه لجناح نسبه دقه 90%. نسبه نجاح في المراوغات زي ما قلت 100%، قطع الكره كم مره؟ 6 مرات، يعني مجرد لعيب لعب 36 دقيقه قطع الكره 6 مرات، رقم كويس جدا، يعني بيدافع وبيستخلص بشكل كويس. فقد الكره مرتين وده رقم برده كويس، في لعيب مهاري يبقى بيفقد الكره كتير ويضيع الهجمه، لا، فميكوسوني ارقامه هو اللي ناقص بس محاولات على المرمى 0، هو دي الحته اللي ناقصه ميكوسوني، الثقه، الشوطه على الجون يجيب هدف وياخد الثقه، اعتقد ان احنا هنكسب جناح مهم جدا. اللي بعده وفي كل الاحوال ده برضه ده تاني ماتش ليه يعني. يعني انا دايما انا الحقيقه مش عارف، انا بشوف ان لا، واحد زي لويس ميكيسوني انا جايبه واثق فيه وعارف ان هو لعيب كويس، هفضل في وراه على الاقل على الاقل 5 6 ماتشات. وجهه نظري اتفضل. ارقام بدر بنون معانا، لعب في المباراه طبعا، هو كان لاعب اساسي، لعب 90 دقيقه كامله، بنتكلم على تمريرات صحيحه 84 تمريره صحيحه منهم يا كابتن اسلام، دي نقطه مش هتيجي في الارقام، ان بدر بنون تمريراته ريسكي باس، يعني بيعمل التمريرات اللي فيها مخاطره ما بين الخطوط، ما بيلعبش تمرير عرضي، ما بيلعبش تمرير خلفي، لا ده تمريراته للامام وبين الخطوط، وبالتالي بيدي فرق للفريق. وطبعا قدر يقطع الكره 21 مره طبعا بصفته انه راجل مساك ومدافع، وبالتالي بيتعرض لمواقف دي كتير، وارتكب خطأين بس، وبالتالي ده بتعرف ان هو لاعب بيحمي نفسه من الكروت، وبيحمي كمان فرقته من هم يعني يحصل لها فاولات في اماكن خطر. اليو ديانج وارقام اليو ديانج. طبعا اليو ديانج كساحه الالغام بتاعتنا في وسط الملعب، لعب 90 دقيقه، تاني اكتر من قطع الكوره بعد بدر بنون. تعجبني المصطلحات بتاعتك يا احمد، كساحه الالغام. بس انا بحب اليو ديانج جدا. مش انت لوحدك حضرتك، مصر كلها. 15 مره المراوغات الناجحه 2 من 3، كسب كام التحام؟ 10 من 17، كويس، يعني 10 من 17 التحام، فقد الكوره 4 مرات بس، صنع فرصتين، وده دليل ان هو بيدافع وبيهاجم، الارتكاز العصري. التمريرات الصحيحه 79 تمريره صح من 83 بنسبه دقه 90%، وراح على الجون محاوله واحده، فاذا ارقامه بتقول لك ان هو دفاعي وهجومي.